يستقبل اليوم فريق الاتحاد المونيستيري التونسي النظري الآلي المصري على ملعب استاد مصطفى بن جنات بالمونيستيري في مباراة الذهب من دورة التمهيدي الثاني في دوري ابطال افريقيا الكل يريد مشاهدة المباراة اذا ما عليك فضل لا تضغط اللايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة اليوم سوف تلعب في تم الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والساعة الثانية مساء بتوقيت غرينيت وسوف تنقل تدعي هذه المباراة على قناة الوطنية الوحيد الناقل الحصري لهذه المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاص الدرجات هذه الكل لكي يصل من المواعيد وتفاصيل المباريات واشتركوا توقعاتكم لهذه المباراة من سوف يفوز هل فريق الاتحاد المونيسي المصطفى مباراة اليوم او فريق الاهلي المصري الضيف الثقيل اليوم